مشاهدي قناة التحرير أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم جميعا إلى تصفح عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي أصداء الشباب الذي يأتيكم على المباشر من قناة التحرير على الويب. أهلا بكم مرة أخرى. اليوم سنتناول موضوعا هاما وفي غاية الأهمية، إنه موضوع استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب. هذا الموضوع الذي أرق المجتمع وغيب الراحة والطمأنينة في جميع أو في كثير من العائلات. اليوم أيها الإخوة سنتناول هذا الموضوع بكثير من النقاش والإسهاب مع فعاليات المجتمع المدني. من أشنع ما يكون في هذا الباب ضررا وأعظم ما يكون خطرا على الناس ولا سيما الشباب تعاطي المخدرات، فما أعظم شرها وما أكبر خطرها وما أعظم جناياتها على العقول والأخلاق والآداب والقيم العامة. ولقد أضحى من المعروف والمتكرر لدى العقلاء والفطناء من المجتمع أن المخدرات والمهلوسات أصبحت في هذا الزمن من أنفذ الأسلحة وأمضاها، أضحت تستعمل للفتك بالشباب والجناية عليهم بما يفسد عقولهم وأخلاقهم ويصبحون أداة فتك وشر في مجتمعهم. فما الحل إذن لمحاصرة وتطويق هذه الظاهرة المستفحلة في مجتمعنا؟ سؤال نطرحه اليوم على ضيوفنا الكرام وهم فعالية المجتمع المدني والساعين دوما لخدمة الغير والنفع العام. وأبدأ بكل فرح وسرور وعلى يميني بضيفي الأول الأستاذ المحافظ الولائي لقدماء الكشافة الإسلامية السيد علي بخشبة. أهلا بك أستاذي. أهلا وسهلا وتحية لك ولكل الضيوف الكرام ولكل متتبعي قناة التحرير. شكرا علي، وأشكرك شكرا جزيلا على تنسيقك الدائم ودعمك المعنوي لهذا البرنامج خصوصا، وعلى تفاعلك الدائم وأنت لها يا قائد علي. أكيد شكرا. كما أشكر كذلك وأرحب بالقائد الكشفي كذلك الزميل القائد علي بالكشافة الإسلامية قدماء الكشافة الإسلامية القائد عبد الكريم شبر. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، شكرا على الاستضافة من قناة تحرير ويب. شكرا القائد. كما أرحب ترحيبا كبيرا بالأستاذ جيلاني بابا طبعا، وهو عضو مؤسس لجمعية الشعلة لترشيد الشباب. أستاذ جيلاني أهلا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك، مشكور على هذه الاستضافة، نتمنى إن شاء الله تكونوا موفقين في هذه الرسالة. نعم شكرا جيلاني. كما أرحب ترحيبا خاصا بصديقنا وزميلنا لطفي لتيم عضو المرصد الوطني في المجتمع المدني طبعا المجتمع المحلي في ولاية الوادي. أهلا بك سي لطفي. شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك، وإن شاء الله نكون موفقين، ونشكر التحرير ويب تي في، إن شاء الله تكون حصة ناجحة إن شاء الله. شكرا أستاذي. طبعا هذا الموضوع موضوع الساعة، ونحن طبعا نواكب جهود الدولة والهيئات الرسمية والمؤسسات الرسمية في الولاية وفي الوطن ككل طبعا لعمليات التحسيس المقامة هنا وهناك من أجل تطويق ومحاصرة هذه الظاهرة. القائد علي، طبعا هذه الظاهرة التي أتعبت الجميع خصوصا في أوساط الشباب، وأضحت كذلك حديث العام والخاص حتى في المؤسسات التربوية وفي الوسط العام. طبعا لو نعرف هذه الظاهرة، كيف ترى أنت هذه الظاهرة في البداية؟ والله أخي بالقسم، أولا الساعة بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع الساعة وموضوع كما قلت يؤرق الجميع، من عائلات، من مؤسسات تربوية، من مجتمع آفة تعاطي المخدرات أو والآن الطامة الكبرى وهي المهلوسات التي هي أكثر فتكا وأكثر خطورة على صحة الإنسان بصفة عامة وعلى القيم والأخلاق التي كان يجب أن نتحلى بها. هي دائما من المعروف يعني أننا كقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية وكمجتمع جزائري أن الجميع كنا نحارب قبل هذه المدة، كنا نحارب في تعاطي التدخين. التدخين العادي يعني اللي راهو يضر بصحة الإنسان ومن أسبابه انتشار السرطان وعفانا وعفاكم الله سبحانه وتعالى. فاليوم أصبح الشيء أكثر من هذا وهو المخدرات والمهلوسات.
دائما إذا أردت أن تضرب أي مجتمع وأن يعني تحطم أي مجتمع وتفتك به لازم تضرب النقاط الحساسة تاعه. والنقاط الحساسة تاعه هي شبابه. شريحة الطفولة. شريحة الطفولة والشباب بصفة عامة. فالناس اللي راهم حابين يعني يستهدفوا المجتمع الجزائري بصفة عامة والعالم ككل يعني بصفة يعني أوسع وأشمل هو استهداف الشباب. مثلا بالنسبة لولاية الوالد في السنوات الماضية احنا يعني درنا حملات تحسيسية لمكافحة المخدرات واستضفنا فيها عديد الجهات الرسمية والغير الرسمية لأن هذا الموضوع كما قلت هو ليس موضوع جهة معينة. فالمجتمع المدني عنده دور، المؤسسات الرسمية عندها دور. كي نقول المؤسسات الرسمية هي السلطات الولائية من أمن، من درك، من جمارك، من صحة، من شؤون دينية، كل هذه الهيئات عندها دور ودور كبير. وسلطنا الضوء على هذا الموضوع فوجدنا أن من خلال الإحصائيات التي كانت تقدم في ذلك الوقت أن ولاية الواد لم تكن منطقة تعاطي بل كانت منطقة يعني تروي يعني محطة أنت يعني عبور. فبعد سنوات ولاية الواد أصبحت منطقة تعاطي والأرقام تثبت ذلك. يعني عديد الأرقام اللي يتقدم فيها الدرك الوطني والأمن الوطني يعني أرقام كبيرة جدا. ولعل هذه المبادرة الأخيرة التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة وهي مشكورة على ذلك يعني واللي أشرف على انطلاقها السيد والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الشباب والرياضة وعديد الجمعيات والفعاليات التي كانت حاضرة، وهي حملة ستدوم يعني إلى غاية 26 جوان 2023. هي دلالة على أن على الجميع أن يتجند ويتوحد ويقف وقفة رجل واحد لمحاربة هذه الآفة التي كما قلت تفتك بأبنائنا وبشبابنا. شكرا أستاذ علي، كفيت. هذا كان كمدخل طبعا وكحضرة نعم. كطبعا فاعلين في المجتمع وعندكم قرب مباشر من الشباب والطفولة. أستاذ جيلاني، وأنت طبعا عضو مؤسس وعضو فاعل وبارز في جمعية الشعلة التي تنشط في ولاية الواد ولديكم نشاط منذ تقريبا أزيد من 10 سنوات في هذا الميدان. اختصاصكم كان في عملية التحسيس ومجابهة مخاطر المخدرات. كيف ترون استراتيجية المجابهة الأخيرة في ولاية الواد والوطن ككل؟ هل انسحاب الفاعلين في مجابهة الظاهرة طبعا اهتزت العملية، أم ترى أن ظروف الظاهرة توسعت وأدركت إلى أمور أخرى افتعلها الشباب كمروجين وكمستهلكين يعني أخذت أبعاد أخرى؟ هل الطريقة التقليدية تراها ناجعة لموصلة المجابهة، أو سؤال يطرح هنا كيف نغير من طرق المجابهة لهذه الظاهرة؟ شكرا أخي، حقيقة سؤال وجيه جدا هذا اللي كنت ننتظر فيه سؤال حقيقة منذ أيام منذ شهور كان يدور في ذهنك. بالنسبة للتقليد الذي كانت تمشي عليه الجمعيات أو السلطات، لا نخفى عليكم بأن جمعية الشعلة تنشيط الشباب لها نشاطات عدة على مستوى الولائي وعلى مستوى الوطني. شاركت في عدة نشاطات، منها ملتقى، أول ملتقى كان في مكافحة التدخين. أول ملتقى كما قال الشيخ خشبة وحضره للملتقى، كنا نكافح قضية العميل التدخين وأسبابه وعلاجه وكل شيء، ولكن أصبحنا الآن نكافح في شيء آخر ندعو إليه هو المهلوسات. حتى المخدرات التقديم أننا فتناها، لكن أصبحت كين أخرى تجارة عقلية بأنواع أخرى. كنا تحث قبل على الخمر، تحث مع اللاقمي، تحث مع تجوزنا الأمر هذا، والآن تكي أصبحت أشياء أخرى وأصبحت تجارة مربحة فيها أشياء صغيرة جدا أكيد يشارك فيها الصغير والكبير وتوظف فيها نعم، سواء الجنس الذكري والأنثي. تقدر تقول أصبحت خليط. أكيد راح تكون فيه نظرة أخرى، وخاصة بعد تجربتنا الواسعة في هذا المجال
حقيقة بأن جمعية شاركت في عدة تظاهرات نعتبرها بكل صراحة تظاهرات كلها تقليدية. لازم نعاود وندور رسكلة لكيفية محاربة هذه الظاهرة الاجتماعية. أولا هو لازم أي شخص شاف ناس اللي يقوم بهذه العمليات أو بالبيع أو بتجارة أو بحركة غير عادية هو عملية التبليغ. أول شيء هو التبليغ، لأن عندك تبلغ رك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. نعم. هذه الدرجة الأولى. نعم. وثانيا الملتقيات نوع فيها نوع ما فيها تغيير وكذا، ولكن شيء يكون الحقيقة هو في الميدان في الأماكن، في أماكن الشعبية مثلا، في أحياء شعبية تكون فيه ملتقيات مشاركين فيها، خاصة وخاصة الرجال الدين. نعم. هم اللي يتحملون المسؤولية هذا الشيء، لأنهم راح يوصلوا الرسالة. يعني 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 تقصد الجيلاني أن الخطاب المسجدي الآن مسجدي ضعيف، وضارو ضعيف جدا. ضعيف. ليه؟ لأن قاعد إلا في المسجد. نعم. لازم يخرج للشارع. يعني يعني أنت تجيب على سؤالنا، يعني تغيير نمط المعالجة، تغيير نمط التحسيس، يعني إيجاد بدائل أخرى لمكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تتوسع من يوم لآخر وأصبحت تأخذ أبعاد أخرى بعيدة. بالطبع، لأن أصبحت قلت لك أصبحت مصدر رزق بالنسبة للشباب والعائلات. ليه؟ لأن تقدر تقول معناها تجارة مربحة وسريعة في رمشة عين. نعم. هذا السؤال كبير جدا. في حالة ما يكفي العلاج التاحة من ناحية الدينية الشرعية، الشرعية الإنسان أو عنده ضمير. نعم. يجي نهار ويتزعزع كما نقول احنا، ويتحرك لابد. هذا حرام وهذا من أنبت ليجوز حاجة نبتت بالحرام فهو حرام. أكيد راح يجي نهار ويتحرك وتدخل فيها نقول احنا في ذهنه بأن هذا العمل هذا لا يجوز. ليه؟ لأن عندك عشت حتى قلت لك لازم تروح في الأوساط الأحياء الشعبية، لأنك ذلك خطاب ديني مع خطاب قانوني مثلا، كيفاش المعاقبة، كيفاش الـ 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 يعني تقصد أن الخطاب المسجدي لابد أن يتغير ويكمل العملية من خلال الخروج إلى الوسط الاجتماعي. كيف ترى أن يقيم حملات تحسيسية في الوسط العام؟ ترى كيفاش هذه عملية تحسيسية؟ كما بكل صراحة يعني شفت بعض الدول الأخرى بدعوة قيام مثلا عبارة عن منصة وفي وسط الشارع. نعم. شعبية وتحث بخطاب الديني من ناحية حتى في أشياء أخرى كان مكافحة المخدرات حتى في يعني النظافة مثل ما تقام في الحملات الانتخابية من مهرجانات شعبية في وسط الأحياء الشعبية. هذه فكرة توصل رسالة للبا والأم والأخت والخال والعم، الناس كلها تسمع. يعني لابد هنا الفاعلين في المجتمع أن يقوموا بدورهم جماعيا. يعني أكيد لأن كما يقولوا الدين واحدة ما تصفقش. نعم. الإمام واحدة ما يقدرش. نعم. الأمن واحدة ما يقدرش. نعم. تاع الصحة ما يقدرش. نعم. لازم يكون تكافل جماعي، عمل مشترك لمجمعة الظاهر كل من موقعه. نعم. نعم أكيد، لأن كما حدثت بأن كما الجمعية جمعية الشعرة تنشي الشباب شاركت في عدة مهرجانات. نعم. وأخيرا بالكلمة أو بالكلمة أو بالصورة أو نعم. لكن هذه لا تؤدي إلى نجاح كبير. سنتحدث عن هذه الأسابيع التي تقام هنا وهناك، هل هي مجدية أم لا؟ هل أماكن في أماكن ضيقة ربما هل توصل الرسالة أم لا؟ سأعود إليك جيلاني طبعا في محاور أخرى مهمة جدا، وهذا نقاش مفتوح مفتوح. اليوم سنعالج هذه الظاهرة في إيجاد بدائل أخرى، بدائل أخرى من أجل المكافحة ومن أجل طبعا عملية التحسيس المباشر خصوصا لفئة الشباب وشريحة الطفولة. الأستاذ لطفي لتيم، وأنت طبعا فاعل جمعوي ومتابع لمثل هذا الموضوع، أنت كيف ترى هذه الظاهرة الآن من منظورك أنت، هذا التوسع الرهيب وهذه لا 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 يعني لست أدري ماذا أقول، حتى أصبحت تغزو البيوت ربما، والحديث يقول أن حتى في قاعات الحفلات والأعراس تسوق وطبعا هذه المادة المخدرة في أوساط ربما بين قوسين النسوة وربما الفتيات. ماذا ترى؟ يعني ظاهرة خطيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أننا ممكن نعرج على واحد نقطة أخرى. نعم. هذا السلاح هذا المخدرات أصبحت سلاح، كي نقولوا سلاح ما عادش معناها كونسوماسيون وحدها برك. نعم. استهلاك عاد الدول والمنظمات الدولية معناها كي تكون قاصدك باش تضرب المجتمع تضربه بالسلاح مثل ما هو حاصل. يعني كما مثل واسه الدولة كي كانت تنوه وكتنبه باللي رانا باللي المجتمع الجزائري مقصود وباللي المجتمع الجزائري مقصود باش يكسروه استعملت هذا السلاح.
ماهيش غالطه، لان هي حقيقه هذه. والملاحظ انه ممكن تلقى هذا النشاط ياسر تلقى في المنطقة الحدودية. نعم. علاش المنطقة الحدودية؟ لأن قريبة يعني تقصد مثل منطقتي منطقة الوادي مثلا. كما منطقة الوادي، كما منطقة مراس مؤخرا، هذيك الشحنة الكبيرة اللي تحكمت لولا نعم. لو وعي الدولة ممكن كان المجتمع الجزائري كان يروح فيها كله. وقوف أبو جبهتنا الظاهرية. هذه النقطة معناها الدولة لازم نسمعوا لها وش تتكلم، لازم نعاونوها بالجمعيات، لازم نعاونوها باجتماعات في هذا الجمعيات تشارك في العملية هذه. وكان حاجة أخرى ممكن ننوه لها، نحكي ولاية الواد هنا مثلا كان نخبة من ولاية الواد، كان سواء في الجمعيات ولا كان في الجامعات، كان نخبة من الدكاترة الدكاترة من علماء النفس هنا قادر يساهموا في يعاونوا المجتمع. حاجة واحدة برك نقرب ليهم هم يقربوا لينا احنا ونسمعوا لهم يعطينا وجهة نظر، طبعا إضافة إلى المساجد، طبعا إضافة إلى المدارس، ولازم نتوحدوا كل باش تعاملت فيه. وهو كذلك نروح الآن للقائد عبد الكريم، وأنت قائد كشفي طبعا وتعيش يوميا ربما وتحتك بالأطفال وشريحة الشباب. أنتم كقاعدة كشفية ربما، وأنا لاحظت ملاحظة وربما يلاحظها الجميع، أن كل شاب ينخرط في المنظومة الكشفية إلا بإذن الله الكريم ستجده سليما معافى بعيدا عن مثل هذه الأمور، وتراه حتى في حياته اليومية ناجح سواء كان دراسيا أو عمليا، أليس كذلك القائد؟ أكيد. أنتم المدرسة الكشفية لابد أن تستثمر في هذه الأمور من خلال عملية التحسيس. هل أنتم كقيادة كشفية وقيادة كشفية فاعلة في ولاية الواد، بالإضافة إلى مشاركاتكم مع الهيئات الرسمية التي تسطر برامج من حين لآخر لمجابهة الظاهرة من خلال تنقلها بالقوافل، هل أنتم على مستواكم على مستوى المحافظات على مستوى الأفواج أقول، هل سطرتم مثل هذه البرامج لمجابهة الظاهرة وإعلام الشباب خصوصا فئة الطفولة الكشفية بخطورة هذه الظاهرة ومقاصدها وأفاتها على الفرد والمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحية العمل الفوج في الكشافة أنهم يستقطبوا أولا معناها المنخرطين من كافة المستويات سواء الأشبال أو الكشافين أو مختلف المراحل السنية. المراحل السنية. التوجه الأساسي أنهم استغلال الوقت الفراغ لهؤلاء في أشياء مفيدة. لأن هذا العنصر معناه اختفى في المنظومة التربوية. وأصبح معناه التلميذ يكمل دراسته مباشرة إلى البيت، يحط المحفظة تاعه مباشرة إلى الشارع. إلى البيت، إلى الشارع. يحتضنه الشارع والشارع فيه كل شيء. والشارع فيه كل شيء. ربما الطفل يلتقطه هو. يلتقطه الشارع. هؤلاء الذين يستعدون من هنا وهناك. أول مرتقبين الظاهرة. نعم. عبد الكريم أعطيك الصحة. القيد علي طبعا الظاهرة هذه ظاهرة المؤثرات العقلية التي تفشت كما تعرف تهدد الصغار والكبار إناثا وذكور، ترويج المخدرات والمهلوسات على أنها منشطات تساعد الطلبة على التركيز والنشاط وزيادة الشجاعة، طبعا هي من أعظم الأسباب في انتشار هذه الظاهرة. لعلنا نأخذ مثال يعني المؤسسة الجامعة. صحيح. ربما كثير من المعطيات التي بلغتني أن هناك من يروج لهذه الأمور في أوساط الطلبة على أنها تساعدهم على التنشيط وعلى الحفظ وعلى التركيز والشجاعة في ظل سياسة طبعا ردعية غائبة، وفي ظل ضعف يعني الوازع الديني، وفي ظل يعني تركيز ضعيف بالنسبة للطلبة في سن المراهقة، يعني يسقطون في هذا المستنقع حشاكم طبعا. كيف ترون انتم هذه الظاهره؟ والله هي الظاهره هذه اللي قلت لك يعني لو كان نشوها من بجانب بسيط جدا يعني احنا بكري احنا كي تربينا في البيوت تاعنا بكري نعرفوا ان الوالدين تاعنا بالرغم يعني كاين اللي ربما ما همش قاريين ما همش مثقفين، نعم، ولكن كانت واحد التعليمات واحد العوامل مثلا أن يقول لك ما تاكلش حاجه من عند واحد ما تعرفهاش. نعم، هذه توصيات قبليه. هذه توصيات قبليه. نعم، لكن كانت وراها رسائل كبيرة. نعم، من ورائها رسائل. كذلك مثلا أن فلان ما تتبعش ربما رفقة السوق. وهذه ظاهرة من الظواهر. كذلك كانت واحد التقاليد في المجتمعات تاعنا
يعني كما قلت لك يعني بالرغم يعني في ذلك الوقت يعني المستوى والنضج الثقافي ماهوش لدرجة اللي رانا موجودة اليوم درجة عالية. نعم نعم نعم. بالتالي الآن لما طغت علينا العولمة وأصبح كل واحد يعني يغني بغناه كما نقولوا نعم احنا نعم. لأن بكري كان الجار ربي، كان المعلم ربي، كان الأستاذ ربي، كانت الكشافات ربي، كانت الجمعيات الرياضية ربي. نعم. يعني الجميع كان حتى الجار. أكيد الجار قلت لك يعني أي إنسان. الجار ربي. في 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 مقام الأب. في السابق ربما كما قال لك أخويا جيلاني معناها كانت ظاهرة تدخين. يعني لو كان يشوفك جاركم وإلا واحد كبير يعني كارثة. يعني كارثة. نعم. فما بالك بيشوفك الولي. نعم. فربما مثلا الكبير كان يضرب. يعني لو كان تروح للوالد تاعك يزيد يعني باش يقول لك علاش ضربك وبالتالي راح يتكشف الامر تاعك. اليوم اصبحت الاستهداف اصبح اكثر سهوله كما قلت، يعني يجوك بجانب تاع هذه مقويات ويستهدفوا الفئه مثلا تاع الطلبه اللي ربما يمروا بواحد المراحل تاع امتحانات وكذا، يعني يقول لك باش نركز باش كذا باش كذا انه يغلطوهم. كاين الفئة الأخرى مثلا أنك تقول له مثلا راسي سطر يقول لك هاي كاين كعبة هذي وين تلقي لك الراس تاعك. كاين يستهدفوا في الفئات اللي راهي عندها مشاكل عائلية بالضبط، يعني التفكك الأسري مثلا الأسري الأيتام المشاكل الاجتماعية الحال. بالتالي يستهدفهم ويكونوا ربما هذه يعني في مرحلة ضعيفة جدا. وبالتالي كما قال لك أخويا لطفي أن علينا أولا استغلال الكفاءات اللي راهي موجودة سواء في الجامعات أو في مؤسسات تنشيط الشباب اللي راهي يعني مثلا في دوين مؤسسات الشباب يقع على عاتقها ربما. نعم موجودة المرافقين النفسانيين. نعم. وعندهم تجربة كبيرة في هذا المجال وبالتالي راح يسهل. وإحنا اليوم ربما لو كنت تقول أنت وفلان تقول له يا ودي ولدك أعرض على طبيب نفساني يقول لك ولدي موش مجنون. علاش؟ لان احنا ربطنا ان الطب النفسي الا الانسان المصاب عقليا، بينما لا ندرك بان ربما بعض المشاكل ربما سواء في الدراسه ربما كما قلت في مشاكل عائليه تحتاج اننا نحتوي هذه الفئه وبالتالي ربما يعني ننقذوهم من اللي راهم موجودين في الشارع اللي راهم ينتظروا في ابسط عمليه. اليوم المسميات اصبحت مختلفه. نعم. يعني احنا بكري مثلا كما قال لك اخويا جيلاني كانت كنا نحاربوا في المخدرات معروفه المخدر هو تاع الهيروين ولا اي سميها اي كما تحب انت. نعم. من بعد جاتنا واحد المرحله اخرى وهي مرحله على شكل حبات حلوه. نعم. واستهدفوا فيها الاطفال الصغار، ان الطفل الصغير ما يعرفش تقول له هي كعبه حلوه ياكلها ومن بعد تبدا تمشي العمليه. نعم. اليوم اصبحنا ما اكثر من ذلك، كاين حتى على المستوى الوسائط الاجتماعيه. نعم. الفيسبوك و و و اصبحت هناك اشياء يربطوا بها الشباب تاعنا ويصبحوا يخدروه حتى اعلاميا. فاليوم كما قلت يعني وإغرائه ربما وإغرائه بالمال وبال يعني نقول لك انا الاولياء عندها دور كبير. نعم. نتو مثلا ولدي والا بنتي يعني كيف انا معناها راني انا مسؤول البيت مثلا ومسؤول الدار وانا اللي راني نوفر لها الماده. نعم. مثلا سواء باش يشري اي شيء احتياجاتها خاصه. نعم. نعم. يجيك ولدك مثلا بسياره فخمه، يجيك بدراجة نارية فخمة ولا يسأله. نعم. يجيك ربما بجهاز بورتابل يعني آخر صيحة. نعم. المبلغ تاعه كبير، الولي ما يسألش وما يكلفش نفسه أن باش يشوف مصدر منين هذا. نعم. وهو ربما كما قلت لأن كاين لازم نكونوا فاهمين وهذه سمعناها من خلال النشاطات اللي راهي قامت بها عديد الجمعيات، وأذكر مؤخرا فقط كانت جمعية رعاية الطفولة وهي مشكورة على اليوم الدراسي اللي نظمته وحضرنا وسمعنا يعني سمعنا صراحة استفدنا كثيرا من عديد المعلومات. نعم. كيفاش يعني مثلا طفل صغير كما قلت لك يعني يستغل في الترويج وبعض المداخلات اللي كانت من الجهات الرسمية أن كاين نسات اللي راهم يروجوا لهذه الآفة أنهم ما يتعاطوهاش هما
فهمتني؟ يعني هم مجرد يعني يروجوا فقط عارفين عارفين الأضرار وعارفين الهلاك تاعها. نعم. ولكن احنا الشباب تاعنا في لحظة طيش، في لحظة ضعف، في لحظة يعني سميها كما شئت، يطيح في هذا الفخ لأن مرة اثنين ومن بعد يصبح عبد لهذه المادة ويصبح عبد لأصحاب يعني النفوس الضعيف. نعم، مهم جدا ما تفضلت به يا أستاذ علي. وطبعا أنا أريد فقط من هذا البلاطو أن نشرح ونفحص ونمحص من أجل إيجاد طرق بديلة، طرق بديلة للتحسيس والمكافحة والوقاية. ربما الهيئات الرسمية التي تقيم هنا وهناك كما قلنا بعض العمليات وتستهدف بعض المناطق النائية للشباب من خلال المطويات ومن خلال عملية توزيع المطويات في الطرقات وكذا كذا. هل الشاب هنا بهذه الطريقة ستصله الرسالة أم لا؟ ربما هذه الطريقة فيه من يقول أن هذه الطريقة أصبحت غير مجدية. هناك سؤال يطرح الآن على الأخصائيين علوم النفس وعلى علماء الاجتماع، إيجاد طرق بديلة أخرى لإيصال المعلومة للعائلة تقول وللشاب بطرق أخرى ربما تكون ناجعة لمكافحة هذه الظاهرة. أستاذ الجليلي، ربما سؤالي إليك، هل العقلية السوداوية البائسة الفاشلة وعبر عليها الآن في مجتمعنا ساهمت يعني في تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت خطيرة؟ ربما أقول السوداوية، مثلا نحن الآن في حصة إعلامية، هناك من يقول أن الإعلام دوره غير متكامل، أو السلطة الرابعة. نعم، السلطة الرابعة، لكن هناك هاي حصة هنا ونحن نرفع سؤال للجميع هنا، كيف ترى سبل المكافحة هذه الظاهرة؟ ربما القليل يتفاعل، وربما لأن القضية هذه هي السياسة السوداوية البائسة الفاشلة لدى أغلبية المجتمع، حاشا الفاعلين في مجتمعنا اللي خايفين على أبنائهم وخايفين على مجتمعنا والأجيال الصاعدة. هل طبعا الإعلام يساهم؟ هو يساهم الإعلام، لكن ماذا يرى المواطن؟ هنا لا، لو كان جت حصة أخرى ربما يتفاعل معك في مثلا مشروع غنائي أو مشروع ربما هنا وهناك أو في مقابلة بين البرسا والريال ومثل هذه الأمور، ربما البنية تصبح، أليس كذلك جيلاني؟ يعني نريد سياسة أخرى فاعلة لتطويق هذه الظاهرة والإحساس بالدور الاجتماعي، لأن هذا الدور الاجتماعي، كيف يحس المواطن أن لديه دور اجتماعي في مكافحة هذه الظاهرة يبدأ بنفسه؟ أكيد أخي، أولا زد نضيف الكلام اللي قال القائد. قائد نعم. بكل صراحة كان شيء شبحته بعين بعينك. نعم، في رمضان شفت شاب تقريبا عمره يقف سنة الثانية متوسطة، كنت نمشي في الشارع لزيارة أمي، شفت عندها يدخن، فجأت ناد بكل صراحة، وشي الآلة اللي قدها الشي الشكل تعزملاني ولاشكي قداش عمره حتى ان اصبحت عنده الشيء هذا. تفاجأت بكل صراحة غضي الحال. بالامس كذلك في شاب كان يمشي في الشارع وفي حالة سكر، الله اكبر، كان معايا اولادي وتوقف هذا البيت تاعنا وحشاك راح يستبل. تكلمت لنا قلت لنا اسمع، ما نعرفش والله ما نعرف، ما الدنيا ظلمة كذا، قلت له اسمع، قال لي سامحني الشيخ جيلاني راني تروح وسامحني، وقلت ربي يتوب عليك ان شاء الله، قال لي يا ربي ان شاء الله. كان اطفال صغار كمان، من ذنب من هذا من الناس؟ والله اخويا جيلاني قبل كنا نتحدث نقولوا مثلا غياب الام والاب في حاله اجتماعي طلاق ولا وفاه، ولكن الان شبحنا الأب حي والأم حية، وكما قال القائد ولد أجيب سيارة فاخمة ولا أجيب برطاب الفاخم، أنت عمرك تام تخدم ولا ما تديره؟ هذا الشيء أثر فينا كثير كثير جدا. أعطي الكلمة للناس. والله يا أخي الجلالي أنت تتأثر ونحن نتأثر، لكن وش راح نقول وحده؟ ربما أن بابا جيلاني صراحة يعني عاصرته وشاركت معاه في عديد النشاطات، يعني عنده واحد الغيرة كبيرة على المجتمع بصفة عامة، فربما احنا يعني كمبادرات اللي قال عليها خويا لطفي، وهو ان استهدافنا دائما من المناطق الحدودية، وقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية كان عندها سبق وهو وفكرة
وتجسدت على أرض الواقع. لأن اليوم نقولك صراحة بالنسبة للسلطات المحلية راي ما تتدخلش أي جهد. نعم. وأنا نحكي عن تجربة. نعم. ربما هناك من يقول كذا، لكن أنا نقولكم على تجربة، أننا كل ما كانت عندنا فكرة ومشروع معين ونروح ونطرحوه نلقوا كل الدعم ونلقوا كل المساهمة. أكيد. فقدماء الكشاف الإسلامي الجزائرية في واحد الوقت معين 2016-2017 دارت واحد المبادرة وهو ترشيط المناطق الحدودية. نعم. وشاركت ورافقت فيها، كانت يعني مرافقة رسمية من الجهات العسكرية والأمنية وعديد القطاعات الأخرى، الشباب والرياضة، وكانوا مرافقين لنا. هذه العملية كان هدف تاعها هو توعية شباب هذه المناطق باللي راهو ردوا بالكم أنكم تكونوا مكان ممر لسواء لأفكار وإلا لي يعني أو الاستهداف أو مهوش غير مهلوسات ومخدرات رب. حتى الأفكار الهدامة التي تريد أن تزعزع أمن الجزائر في قيمها العامة، في قيمها العامة. لأن نقولك صراحة ومن هذا المنبر يعني نوجه تحية شكر وتقدير لرجالنا البواسل كما قالك أخويا عادل لطفي، أننا الشاحنة التي تم رصدها ويعني إمساكها في جهة تمرست يعني لو هكلا ومرت نعم ماذا سيكون حالنا اليوم فعل القيد. فهاته أنا نقول بالنسبة للجمعيات والفعاليات والجميع الهيئات، يعني لما تكون عندك فكرة وحب يعني تقدم اسمها يعني روح قدم فكرة، وما هو شيء غير يعني مثلا أننا لأن التنظير راه سهل ولكن على أرض الواقع وعرض عمليا نعم. لأن الفكرة من عندك وفكرة من عندي وفكرة من طرف آخر راح نوصلوا إلى نتيجة. لأن اليوم كما قلت راه ما عادش كاين حتى حدود لهذا العمل، راه الاستهداف كبير وكبير جدا. واليوم حسب الإحصائيات رانا لحقنا حتى للابتدائي، فعلينا جميعا أن ندق ناقوس الخطر، علينا جميعا أن ندق ناقوس الخطر. وهذا هو الأمر كما يقول أحد المشاهدين، ادركوا الشباب فإنه يهلك. نعم. هذا أحد المشاهدين بارك الله فيه قالها بصريح العبارة، شبابنا اليوم راه في أزمة، ادركوه طبعا فإنه يمر بمراحل وظروف صعبة جدا. تأثر الأستاذ الجيلاني هذا دليل واضح، ونحن صحيح. نريد مثل هذا المواطن الصالح الفاعل الغيور على شبابه وإخوانه، وخصوصا هذه الفئة من الجيل الصاعد التي ربما إذا جنحت للجنوح الكبير لدينا كونستانتال هذا فإنها من الصعب أن تعيده مرة أخرى. ونحن رأينا ماذا فعلت المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية في كثير من الشباب وفي كثير من العائلات التي أصبحت طبعا تتفكك وأصبحت يعني تعيش ظروف صعبة. الأضرار الاجتماعية وأمراض التفكك الأسري وأمراض اقتصادية وتبديد الأموال، هذه كلها نتاج هذا الأمر، نتاج هذه الظاهرة الغريبة التي دخلت مجتمعين. الآن نبحث يا إخواني الكرام عن كيفية مساعدة ربما جهود الدولة صحيح. التي تقام وجهود القوى الأمنية من درك وقوى شرطية وغير ذلك في مكافحة هذه الظاهرة. كيف ترى أنت أستاذ لطفي وأنت طبعا جامعي وأنت من فعاليات المجتمع المدني وتحتك يوميا بها، ولا يعني كيف ترى جوانب الدعم والمساعدة في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تأثرت بأخوي جيلاني، ولا يندل على شيء فيندل هنا كل شوفة غيرين على الشيء وصير غايدوا من حال وش صاير هنا في ولاية الواد. ولكن أنا ممكن خلينا نتكلم هكا لكان السوفي هنا ولا السوفي خلينا نهضر السوفي والجزائر بصفة عامة يدرك أنه هو راه ما هوش مقصود في الكونسوماسيون تاعه باش يأكل برك، ليس هو المقصود في الاستهلاك، مقصود في شخصه في شخصيته. في ما نساش مدينة الوادي هي مدينة محافظة، وإذا طاحت هذه المدينة المحافظة أوتوماتيك موصلة تكون باب الجزائر كل صحيح. ولازم السوفي يدرك باللي بالنقطة هذه لازم يحافظ على شخصيته، على كاريزما تاعه، على عاداته وتقاليده. كان حافظ على هذه هذا عنصر من عناصر اللي ممكن يقدروا يتصدوا به المخدرات. وأنا على قناعة بأن المخدرات راهي مش استهلاك فقط،
كما قالك خويا علي، لان اللي يبيع فيها ماهوش كونسومي فيها، واللي يجيب فيها من الحدود حتى هو احتمال كبير 1000% ماهوش كونسومي فيها. حنا حتى في المحاربه ولا حتى في العلاج لازم حنا نفرقوا بين الكونسوماتور الكبير والكونسوماتور الصغير، واللي يبيع هذا كله لازم نفرقوا بيناتهم. اللي يبيع لازم عقاب خاص، والكونسوماتور ممكن، انا في اعتقادي وحسب على تجربه خويا بالقاسم، انا كنت كيما نقول حنا كنت نخدم في التكوين المهني، كنت حكم مركز امتحان، كي نقول لك حكم مركز امتحان ساعات نفوت في الاحياء نلقى شباب مريحينك، انا نعرض عليه الخدمه، انا نقول هات الملف تاعك ونعاونك ندخلك الخدمه، تلقى الاستجابه خويا بالقاسم. نعم تلقى الاستجابه، تلقى الناس تستجيب وياس الناس. ما تقولش احنا ما لازمش نشوفوا هذاك اللي يستهلك المستهلك، او لازم نشوفوه، ما لازمش نشوفوه على اساسه مجرم. بالعكس لازم نقربوا له. كان نسات يقول لا لازم بعده ولازم تشير له بالبنان، لا كان نسات لازم تقرب له، لازم تقرب له. ممكن كان مشاكل قاعده تحلها انت، مش شرط حتى الكون ياكل حبه. مثلا نعطيك مثال على اساس في مثل هذا اقتراح، هذا رايي الخاص. مثلا احنا نقولوا في الليسي ولا في الجامعات وكذا، السلطات في المسؤولين في الجامعات ولا في المؤسسات لازم يكونوا كي يراقبوا ويستعينوا بالمنظمات ويستعينوا بالاساتذه اللي عندهم الكفاءه. كي يلقى واحد مثلا عندك حبه لازمش تفضحه، لازم تحاول تعالجه، لازم تجبد روحك. آه صح، وقتاش لازم نوقف كي نشوف واحد يكون اي يبيع يستهلك. آه لا يبيع هذاك يروج، هذاك عنده عقاب خاص. بصح الكونسوماتور ممكن تحت يغروه باي حاجه تاع باش تجيك شجاعه، باش تقرا على روحك، باش تسهر ياسر. وحاجه اخرى باش نزيد نقولها، انا حقيقه انا متفائل ياسر، نقول لك علاه، كان وعي انا من السلطات من الجمعيات من الناس، اصبح ترى ان اصبح هناك ادراك كان ادراك، كان توجه. بصح وشي لازم تضافر الجهود، لازم تضافر الجهود، ولازم تستعينوا بالخبراء وتستعينوا بالناس اهل التجربه وعلماء الاجتماع وعلماء الاجتماع حلول ناجحه. هو الحمد لله رب العالمين، هنا في ولايه الواد خاصه انا احتكيت بهم وشفتهم، كان نسات مختصين صح، كان نسات جماعيين اصحاب ميدان كما بابا جيلاني كما علي كما القائد، ممكن محتكين يعرفوا، ممكن عندهم اراء في ولا حلول يقترحوها. وكان نسات من الناحيه العلميه كما الدكاتره الله يبارك اللي تسخر بها ولايه الواد من علماء اجتماع وعلماء نفس، عندهم حلول هات برك. والحمد لله الحمد لله رب العالمين، كان وعي وكان جهود راه تبذل سواء من السلطات ولا سواء من المجتمع بصفه عامه والعائلات، وان شاء الله ربي يجيب الخير الله امين ان شاء الله. طبعا الزوج عبد الرزاق وهو مستمع ومتابع ومشاهد دائما لهذه القناه، ربما بعث لنا برساله طويله شرح فيها الكثير من الامور، ويقول في الاخير ان العلاج هذه الظاهره علاج الادمان عن طريق احد برامج التاهيل النفسي السلوكي، والتي تضمن عمليه التعافي والتغيير المطلوب لتحقيق العلاج الكامل لهذه الظاهرة. هذه كذلك طريقة من الطرق التي ربما تعفي شبابنا اليوم وترجحه إلى الطريق والسبيل المستقيم. شكرا لك يا عبد الرزاق على تفاعلك الطويل معنا. عبد الكريم، أنت كذلك كما قلت تعيش يوميا مع فئة شباب وفئة الطفولة، هل الأسرة في نظرك يا عبد الكريم لها دور يعني مراقباتي أولي في هذه الظاهرة؟ ربما أنا أرى والحديث للجميع أن ربما انسحاب بعض العائلات من مسؤولياته كذلك ساهم مساهمة مباشرة في تفشي هذه الظاهرة. كيف لنا أن نعرف أبناءنا بأن كما قال القائد قبل قليل، ليس كل ما يقدم لك فهو جيد ومجدي، وليس كل ما يعرضك على شيء فهو طبعا محمود، وليس 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 بالإضافة إلى رفقة السوء التي نجدها رغم ألفنا في مجتمعنا. أستاذ عبد الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مصطلح المجتمع المدني يبدو لي أنها فاقد إلى الركيزة الأساسية أو العمود الذي يحمل كل هذا المصطلح، وهو الأسرة، الأبوين، الأب والأم. إذا كانت مثلا الأسرة كبيرة فهو الجد والجدة مثلا، نعم، ولا مثلا الشخصية التي تتحكم في هذه العائلة، يفعل دورهم بشكل حقيقي، لأن الوضع ما عادش يستحمل التأجيل أكثر.
وأيضا التشبيك بين الأولياء والسلطات مثلا كما الشرطة أو الدرك مثلا عن طريق التكنولوجيا التي هي منها مصدر لهذا الوباء ونستغلها احنا في كأداة للمعالجة انهم يفتحوا معناها قناة خاصة للإرشاد يعني هذا في الجانب الإعلامي عبد الكريم ترى بشكل مباشر الى الأولياء ينصحوا مثلا سواء طريقة نفسية او طريقة عملية كيف يتصرفوا مع الأبناء. ربما كذلك أضيف أن وسائل الإعلام الثقيلة التلفزيون والإذاعة في السابق كنا مثلا عندما تكون حملة لتطعيم الأطفال كان يدلون هناك الحملات الوبضات الإشهرية دائما قبل نشرة الأخبار وكذا مجدية جدا وتوصل المعلومة. لماذا لا تقوم طبعا المؤسسات والهيئات الرسمية في المؤسسة الإعلامية بإعادة النظر في مثل هذه الأمور من خلال عملية التحسيس بخطورة الظاهرة يعني سمعية بصرية ربما أليس كذلك؟ لا هي المدة الأخيرة صراحة كما قلت يعني كين شوي كين عمل بدأ يرجع لأن فيه حصة مؤخرا يعني استضيف فيها القائد العام وعرض فيها التجربة تاع قدماء كشف التمييز الجزائرية نعم. فالإشكال الآن كما قلنا هو النزول الميداني وكما قال أخي لطفي أن مش لازم يعني إذا كان فينا واحد وأخطأ نعم يعني جل من لا يخطئ طبيعة الحال لكن إذا كان عرفنا كيفاش نحتوي هذه الفئة لأن كما قال لك يعني فيه بعض الشباب وإلى ربما الشابات اللي راهم وقعوا في خطأ يعني لظرف معين لسبب أو لآخر لسبب أو لآخر وبالتالي يجب علينا أن نحاول أننا نحتويهم ونستعين بأهل الاختصاص. نعم. أنا نعطيك تجربة يعني عشناها فيه يعني شاب كان يعني يقرأ عندنا وهي عدلها سنوات وصلت إلى درجة أن الوليد تاعه هو اللي طلب منا المساعدة. نعم. باش ندخلوا حنايا يعني باش نعيدوا العلاقات يعني وترفقوا. نعم. فبالحمد لله يعني ببعض النصائح وبعض الإرشادات وببعض المرافقة والتحفيز أن هذا الشاب رجع إلى جادة الصواب. نعم. ونجح البكالوريا. نعم. وتخرج من الجامعة واليوم راه إنسان لبس عليه جميل جدا وهذا يعني الحمد لله يعني يعطيك أن احنا عندنا القائد العام تاعنا مصطفى سعدون. نعم. صراحة استفدنا منه كثيرا عنده واحد الديناميكية وعنده واحد العقلية وأفكار يعني يستثمر في الإنسان. نعم. كفكر نعم. نعطيك أنا النزول الميداني اللي درناها في القافلة الوطنية لمكافحة المخدرات وكانت وزارة الشباب الرياضية اللي كانت مرافقة لنا والهيئات الأمنية يعني أعطتنا يعني أفكار أخرى معهم. نزلنا إلى الميدان إلى أماكن التعاطي وهي خطوة يعني صراحة خطيرة ولكن تستحق أننا لأن من أجل شبابنا تستحق منا باش نضحوا بها. نعم. فهناك من كان يخاف أن باش يروح يعالج يقول لك ربما راح يدوني إلى السجن وإلا كذا. نعم. فحاولنا أننا نصححوا لهم هذا المفهوم إذا كان عندك الرغبة وكنت صحيح في المساعدة ترجع إلى الطريق الصحيح روح راح تجد نساتي الطرق ويحتضنوك. نعم. كذلك تجربة حكاهنا القائد العام وهي في مطاعم الرحمة. نعم. هناك بعض الشباب اللي كانوا يتعاطوا وأبدوا الرغبة تاعهم باش يصحوا المسار تاعهم قال لك أنا توكن نقدر نشارك ندير عمل الخير. نعم. خايف الناس يعني يشوفوا فيا بهاك النظرة تاع اللي راك كذا 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 فتحوا لهم الباب ولكن تحت مراقبة موش يعني فلما لاحظوا أن الناس مجرد أنهم بدوا يديروا في الخير تغيرت النظرة وبدوا يقول لهم بارك الله فيك ويشكروا فيهم يحكينا القائد العام قال لك حتى الوجه تاعهم الناس هذا بين تبدل لان اصبح عاد يشوف اللي راهو انك اذا كان حاجه مش مليحه الطمأنينة المجتمعية يشوفك بنظره سيئه ولكن لما تدير الخير ودير حاجه مليحه الناس تنظر لك بنظره جيده فتغيرت العمليه تاعهم وفيهم من قصد يعني مستشفيات للعلاج وفيهم من تعالج والسلطات المحليه راهي تمشي. نقول بصراحه انا قلت لك يعني مانيش ندافع عليهم ولكن هذه حقيقه انهم النسات اللي يعلنوا انهم حابين يصلحوا المسار تاعهم
يوقع إدماجهم في المجتمع. وإحنا كجمعيات وكمجتمع مدني علينا أن نساهم ونشارك مع هذه الهيئات باش يعني نعاود إدماجهم في الحياة الاجتماعية العادية، لأنهم كما قلت ربي سبحانه وتعالى يغفر، فكيف للإنسان ألا يغفر؟ جميل جدا، جميل جدا ما تفضلت به، وطبعا وهذا ما يجب أن يكون. سنتحدث صحيح. ربما عن استحداث هيئة ربما بالتنسيق مع الكشفية والمنظمات الجماهيرية في تطبيق هذه الظاهرة. عبد الرحيم زاوي هذا مشاهد يقول الأفواج الكشفية نعم. تعمل في حملات كثيرة لتحسيس وطبعا محاصرة هذه الظاهرة، وهذا طبعا ما نلاحظه في الميدان. صحيح. عبد الرحيم يضيف كذلك تحية كشفية من فوج الإحسان، هذا ربما كشفية تميل إلى نعم. فوج الإحسان. الوادي مستهدف يقول علينا الحذر. طبعا علينا الحذر، ونحن نرى طبعا حتى من ولايات أخرى يقولون أن ولاية الوادي أصبحت مصدرا لطبعا حتى لا أقول ترويج ربما نعم. المشكلة يقول عبد الرحيم في الولدين صحيح. أولا ومن الأهل الحي طبعا، ثانيا هؤلاء قالك يشوفوا ولد الجيران يتعاطى ولا يخبرون أهله ربما ولا ينصحونه كذلك ربما لشيء ولآخر، ونلاحظ هذه خوفا ربما من ردة الفعل وخوفا من شيء أخرى، ويقول اخطيني نخطاك، وهذه عقلية سلبية هذه اللي حبينا ننبهوا لها، أن الناس مثلا لما يجيني جاري وإلا إنسان حتى ما نعرفهاش يجيني ويوجهني على أن ابني ربما شافه في موضع موش قد وإلا كذا، نرمال نشكر له نشكره ونبوس له رأسه، لأنه راه ساهم في تنبيهي لابني. لأن اليوم بصراحة الشيء اللي راه ماشي اليوم كما قلت طب سخطان، كاين اللي يقول لك مثلا مدامها بعيدة علي شوي، لا يا أخويا راهي اليوم بعيدة عليك غدوة راهي في دارك عندك نعم اولادنا، يعني علاش قلت لك راهو الاستهداف ما اصبح يعني بكري كانت فئات معينه اللي راهي تتعاطى ويلك، ولكن اليوم الناس كلها مستهدفه. فبالتالي يجب علينا تكون عندنا ثقافه اولا نتاع التوعيه والتحسيس، يجب الا تتوقف نعم. لان التحسيس والتوعيه راهي مهمه جدا، ولكن يعني كعمليه تذكير يعني تذكير، ولكن يجب ان تكون فيها عمليات اخرى مرافقه وهي اولا الردع الضرب بيد من حديد لكل من يروج ويستهدف شبابنا وأبنائنا نعم. النقطة الثانية وهي توحيد الرؤى، كل الجمعيات لا يهم الاسم الذي تحته، احنا اللي يهمنا أننا نوصل إلى الشيء اللي حابين نوصله وهو حماية شبابنا نعم. الحاجة الأخرى وهو ثقافة التبليغ اللي هو قالك عليها أخويا جيلاني، لازم تكون عندنا ثقافة التبليغ تفعل. لأن الدور تاعنا احنا يا يجب أن نكون مرافقين ومساندين لكل السلطات المحلية نعم. لأن النتيجة وشي إذا كان كنا كل متوحدين مع بعضنا أكيد بإذن الله سنقضي على هذه الآفة وسنقضي على هذا النسات اللي راهم لا يهمهم إلا الربح والربح فقط. شكرا القائد. نشوف الآن يعني أسباب الترويج، لأن ربما نقول شكون يروج، وهم في الكثير من الأحيان تلقاهم شباب ربما في عمر 25 26 30 سنه او ما فوق. ما هي الاسباب؟ ربما يقول لي قائل ان اسبابها من ضمنها البطاله. صحيح. انا اقول جهود الدوله كبيره، وطبعا هذه منحه البطاله قضت على الكثير من الامور، ومعاش هناك يعني من يقول راني بطال ولا كذا. الدوله نقولها بصريح العباره فعلت الكثير والكثير من اجل الشباب، الا من أباء من أباء من أباء. ما يجيش واحد يقول لي انا هاي الدوله عطت لك منحه وعطت لك كذا اتحرك، انت ما تقولش راني بطال. ربما لا ديلانكونس هذا الجنوح بما يسبب الجنوح، يعني هذه أنا ربما أردها إلى التفكك الأسري، ربما أحد الأسباب. نعم. غياب الردع الوازع من قبل الوالدين أكيد. انسلاخ وانسحاب بعض الأولياء ربما هو المدن في حد ذاته، ربما تخلي هو المدن ربما من الفئة تاع الكبار، ونرونها في المجتمع تلقاه يتخلى حتى عن أفراد عائلته، وبالتالي ما يهماش واش يدير ولده والله باش يدير كذا، وعدم المراقبة. نظن تقريبا هذه العناصر. الآن السؤال المباشر لكم جميعا، كيف نرضى هؤلاء أو كيف نحسس هؤلاء؟ لأن إذا كان حصرنا الأسباب ربما نجد العلاج. أنا ربما أقترح أن هناك تكون استهدافات للعائلات مباشرة، يعني في كيفية مراقبة أبنائهم، في كيفية التبليغ يعني البيني بين الجار وجارة بين كذا، هذه كلها عوامل. ثم أن لماذا كشفية ربما لخ علي
وسأرجع لك الأخ جيلاني في سؤال، هل تفكر الكشفية في استحداث هيئة صغيرة تسمى هيئة كشفية تهتم وتخضع لعتقها يعني رسالة التبليغ ورسالة التحسيس مباشرة في الأحياء أو العائلات أو في الوسط المدرسي، طبعا برخصة طبعا من الهيئة الرسمية؟ والله احنا بالنسبة لنا احنا كما قلت يعني احنا رانا دائما نقولوها بالفم المليان. نعم. بالنسبة لنا كقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية نحن دائما مستعدين لتقديم كل ما يمكن تقديمه والمساعدة لصالح العام. نعم. لأن احنا رانا نقول رانا من المجتمع وإلى المجتمع. نعم. كذلك بالنسبة لنا كأفكار احنا رانا دائما اولا التوعية والتحسيس الاولاد اللي راهم عندنا موجودين عندنا في الافواج الكشفية رانا دائما نحسوا فيهم ونوعوهم. نعم. وربما ساهمنا في ايصال عديد المعلومات. نعم. للجهات الرسمية لان ساعات الاولاد على بالك يلاحظوا عاد يبلغ القائد تاعه، وهذه دائما نقولوا فيها للقادة انكم تسمعوا للكشافين تاعكم، ولان الطفل الصغير ربما مثلا يخاف ان باش يتدخل في كلمة ولا كذا، ولكن لما بلغ القائد يا خويا بلغني وانا نتحمل المسؤولية. نعم. شوف انا وش نعم الحاجه الاخرى قال لك عليها بابا جيلاني في بدايه الكلام، حنايا راهي كاينه عندنا الجهات اولا كيما قلت لك التحسيس ما يتوقفش، راني دائما كاين الناس يقول لك التحسيس معاش جايب نتيجه، لا التحسيس لا ويمشي لك البحث عن بدائل اخرى لان النتائج تاعها راهي دائما تكون طويله كعمليه تذكيريه، ولكن عندنا الجانب كما قلت الردعي وهي اللي تقوم به السلطات المحلية لأن هي اللي تأخذ لأن هي اللي عندها قانونية تأخذ هي إجراءها وتعرف المجريات. كذلك هناك جهات تتنسق معها مع بعض اللي هي الجانب الديني. نعم. احنا كنا نقول صراحة أي درنا واحد التجربة الشيخ جيلاني واحد المدة اكتشفالها تاع التحسيس تاع السلامة المرورية. نعم. ودرنا واحد التجربة والأمن الوطني يعطيهم الصحة وفكروا فيها، وهو قال لك اشراك الائمه، خرجوا معنا الائمه على بالك في يعني في البيدان اللي نوعوا فيها. لاحظوا صراحه هذه نقول لك انا قبل واش كنا نشوفوا كنا لما يحضر معك الامن الناس يخافوا شويه يقول لك لان الامن يشوفوا يعني تاخذ الصفه الرسميه ولكن كي نحضروا معاهم احنا كشافه تلاحظ ان المواطن يريح شوي. ليه؟ لانه يشوف فيك انت كمواطن معاه. من بعد كي راح معك حتى الامام اطمأنت القلوب نعم. وواحد الوقت جابت نتيجه ماهيش نتيجه كبيره ولكن كاين 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 تغير. فانا من هذا المنبر نقول ان الاعلام والشؤون الدينيه والصحه والشباب والرياضه لان ثاني كما قال لك القائد عبد الكريم الشباب والاطفال تاعنا الفراغ هو اللي راه اختل ربما واستحوذ على أن يكون يعني وكر وإلا ربما منطقة للاستهداف. نعم. كي تكون الناس هذه كلها تمشي مع بعضها والأفكار تكون متجاملة ومتجانسة مع بعض أكيد راح تكون نتيجة، ولكن أنا ما ننتظروش باش تكون نتيجة آنية يعني ليه فنفض، لكن احنا هذا شعارنا دائما يقول فيه القائد مصطفى السعدون هو يجب أن نزرع الأمل في نفوس الشباب، والأمل ده بالبعض يجب أن نزرع الأمل، لأن إذا كان قلنا خلاص البلاد راحت وما عادش راح نخضع لوحد الجانب آخر، وهو أننا نسلم بهذا الأمر ونرضى بالأمر الواقع، وهذا ما يريده أعداء الجزاء. نعم. وخطاب الإطمئنان تقصد. نعم. قبل سؤالك راح نضيف بعض الأشياء بالنسبة للقائد تحث عن الرقابة والمتابعة وكل شيء، أكيد هي حتى المتابعة تكون حتى في على مستوى المدارس، حتى المنظومة التربوية أكيد تدخل مادة خاصة بهذه مكافحة هذه الآفات الاجتماعية. نعم. مثلا كما دخلوا توكيف في قيادة المرور. نعم. قيادة حوادث المرور وكذا سير دخلوها في المنظومة التربوية. نعم. أكيد يكون فيه قلنا احنا حصة خاصة بمكافحة هذه الآفات الاجتماعية المخدرات وكل شيء تحسيسي تقدر تقول معناها نقول شيء يوميا تدخل في المنهج التربوي. نعم. معناها تقدر تقول أسبوعيا تكون في كما حصة رياضية هناك حصة أخرى التوعية والتحسيس في المنهج التربوي، لأن المدرسة تبدأ من الابتدائي بكل صراحة تبدأ كالرياضة. ليه؟ لأنها راح توصل رسالة أخرى من صغير، توصل رسالة بأن هذا الشيء هذا لا يجوز وهذا يدي الأشياء وزيد هو يوصل رسالة لأهله وإخوته وجيرانه وأصحابه، يعتبر إذا يقولوا إحنا نسيج متكامل. وكذلك بالنسبة للعقوبات. نعم.
الردعية تكون عقوبات معناها صارمة وحقيقية، مش تعطيه ثاني تقول تخرجه، تقول تعطي شهرين وتخرجه، سواء كان يتناول ولا يبيع بالحبة ولا يبيع بالباطة ولا يبيع بالكمي ولا غير، لازم ردع يكون ردع حقيقي. ليش إني بدك يخرج في الأقراص؟ نعم. شيء ضي السنة يقول كان الناس رعت فنيين في الأمور هذه بيت. مثلا ندير عمليته وكل شيء وبعد شيء يقول لك أو قريب الأقراص طلع واحد الشهر وشهرين تاو نخرج. يعني مطمئن للسيد. مطمئن. ليه راح يدير عملية أخرى؟ نأكد عليها ونعاود. هي قضية المنظومة التربوية راح تدخل فيها هذه الأشياء. جميل جدا. ربما قبل أن نختم هذا اللقاء وأدركنا الوقت وتحدثنا ربما في كثير من النقاط، ربما نقطة أخرى أضيفها قبل أن نرفع يعني سؤال عام نجيب عليه. ثم في جمعيتكم يا أستاذ جيلاني، وثم جمعية ربما اختصصتم في تنشيط الشباب ومكافحة يعني هذه الظاهرة بجميع يعني خباياها الداخلية والخارجية، قمتم مع السلطات المحلية طبعا في تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية، كيف ترون هذه الرسالة الموجهة من قبلكم بالشراكة مع الهيئات الرسمية، أقصد شباب الرياضة والثقافة والهيئات الأخرى كذلك؟ نعم، هي الحقيقة مؤخرا شاركنا في عدة مهرجانات خاصة في الإقامة الجامعية بالواد، إقامة منذ حوالي أسبوعين عرض فيها معرض كل شيء، وتلاقينا مع الطلبة الجامعيين ولقوا استحسان في هذا الموضوع، لكن هذا لا يكفي بصراحة، لا يكفي لأن يوم هو كما كان القائد هذا الجهد التذكيري والجهد التحسيسي لابد منه، إلا أكيد. أن هناك أكيد. إضافات أخرى لابد أن نسيرها، لازمها وشي لازمها كان أمور أخرى صارمة نعم ومتابعة. ومؤخرا ثاني شاركت جمعية الشارع تشيد الشباب في مع شيب الرياضة في مؤخرا حوالي أسبوع إعلامي الإعلامي هذا شيء جميل وكل شيء، ولكن نضيف واحد الحاجة بأن عندما نتحدث عن جمعيات ولا نوادي رياضية ولا الكشافة، بكل صراحة الشباب الموجودين في هذه التنظيمات حاصل هذا محميين هذا وخلاص مش تحث عليهم. نعم. ليه؟ لأن كان الناس راهم يتبعوا فيهم كل يوميا. نعم. نحوس على الناسات للبرة المتخبيين كما قلت الحمد لله تركيا الدولة تقدر تقول راهي مكفية موفية الحمد لله، فتحت مجالات خاصة منحة البطالة وكذا، باش نتحدث عن قطاع بطالة وما عنداش صح. نعم. كان الناس ربي يعلم حاله صح كانش صح. ما كانش، ولكن مش راحش تبيع الافات هذه المخدرات وتبيع المهلوسات، مش ما تروحش لهذه، روح دير التجارة. نعم. روح دير الفلاحة. نعم. دير أي حاجة. نعم. سبحان الله، لازم تقول عندك تخميم آخر، تفكير آخر، والدولة راهي قابض كل وسائل التاحة من أجل مكافحة هذه الجرائم، ولا زالت وتبقى ما زالت تكون مجهود، ولكن شيء لازم تكون لا جهود الدولة لابد أن ترافق جهود أخرى، جهود الدولة ما تكفيش وحدها. نعم. لازم يكون حتى المواطن يشارك فيها، سواء كانت الأب والأم والشاب والإمام والطبيب وكل الناس كلها تشارك في هذا. نعم. الأمر، وهذا لازمنا. قلت لك آخر حاجة هي لازم الوزع الديني، راك تخاطب بخطاب الديني راهو يرجع توجه خطاب مهما يكون. اما تحث تقول له انت تقول له انا نعاقبه وكذا، يقول لك معليش تعاقبني بدك نخرج. نعم. ليه راهو بيع كراطين. نعم. ودردره وخلاص خرج، سبحان الله. اما كنت تعطيه وازع ديني تخوفه بالامر هذا، كاين ترغيب وكاين ترهيب في الشارع تبيان الجانب الشرعي كذلك مهم جدا. ربما وانتم تلاحظون هذا لما تحكم شاب يعني مدمن او مروج، ربما لو تساله يقول لك والله راني عارف موش طريق وعارف باللي راه كذا وكذا وكذا، ومدرك، وحتى المستهلك في حد ذاته يدرك جيدا ان راه يقوم به موش مجدي وراه تاعب وراه كذا وكذا، ولكن يقول لك ما هو البديل ربما، ولا تلزيت هات لزيت وما هو البديل. هذا هو عمق المشكل، كيف نغير من هذا الواقع الذي يعيشه هذا الشاب أو هذه الشابة أو كذا وكذا. والغريب في الأمر أنه هناك فئة النساء أصبحت تستهلك هذا الأمر، لست أدري ما خطيرة هذه خطيرة. يعني النسبة يعني وصلت في مجتمعنا السوفي كذلك يعني غريب جدا. ربما سؤال أخير عام، طبعا الأسباب معروفة وعرفناها، هل الخطاب المسجدي، هل الإعلام والهيئة العمومية والفعاليات المدنية والجمعياتية ربما كافية؟ خصوصا هنا سؤال، هل الخطاب المسجدي، وطبعا نحن كلنا معنيين بالمسجد، هل الخطاب المسجدي، ولو أن علمنا أنه تناول هذه الموضوع مرات عديدة، لكن هل كافي أو غير كافي؟ هل وصل الخطاب المسجدي، والخطاب المسجدي مقدس لدينا نحن؟ أكيد. نحن يعني هذا السؤال نختم به هذا اللقاء.
هل الخطاب المسجدي يبقى على حاله أو يضاعف الجهود ويشارك معه يعني هيئات أخرى كما قال القائد والأفكار عديدة لكن في التجسيد فقط؟ كيف ترون هذا؟ ونختم الأخ لطفي، هذا السؤال موجه ليك. معلش ممكن قبل ما نجيب لك السؤال، هي كان نقطة مهمة برك، هي اللي قالوها جماعة برك، هي التبليغ. الشاب السوفي أو المواطن السوفي كيحس أن التبليغ تاعه آمن وهو محمي، يقدم على ذلك، يقدم على ذلك، وكان كان كثر. نقطة أخرى برك، كان هذاك اسم المركز مكافحة الإدمان في 8 ماي، معالجة الإدمان في 8 ماي، تكلم واحد النقاط بين النقاط اللي قالهم، قالوا يجون احنا جماعة عندهم نية تاع العلاج، رغبة ذاتية، رغبة ذاتية بصح يخاف، ويقول باللي عنده نقص في حتى في النهار كي درنا هذاك، عنده نقص في حتى في المؤطرين. انت قلت على الجانب الديني، الجانب الديني شوف، هو اولا لازم نكونوا احنا ندركوا باللي احنا رانا مؤمنين، مش شرط لازم يروح المسجد. وثانيا العامل الديني هو مهم، المدرسه مهمه، الشارع مهم. وشيء ممكن ناكد عليه وحسب باب احنا هذا تجربه وهنا عايشين في المجتمع هذا، اي مواطن يحس باللي انا باش يقدم مجهود يصلح البلاد وما ما يتعرضش للمشاكل من جماعه الطرف الاخر، لا المشاكل من الطرف الاخر والتهديد، تاكد راه يقدم. والحمد لله رب العالمين انا نشوف فيها باللي، وهذا موضوع اخر كذلك. وكان كان عامل اخر هو النشاطات الرياضيه اللي تساهم اللي تخلق ملء الفراغ، والحمد لله رب العالمين، ونبارك السوف بالانجازات فيها. هذه الانجازات النشاطات الرياضيه في جميع المجالات بإذن الله سامين عليهم ستساهم في ممكن جلب ياسر الطائفيه ياسر من الشباب وتخليهم تبعد هذا. تفضل سي جيلاني. شكرا سي لطفي. الحقيقه كما قال النقطه الاخيره، نبارك ونهني كل اللي فائزين واللي طلعوا واللي سعدوا، هذا شيء جميل جدا. ولكن عندما تحف على الرياضه، حتى كان تابع للشباب بين قوسين، بين قوسين معليك كلاعب وكمؤطر كله راه محمي باذن الله، ولكن الناس اللي حتى اللي جيهم برا مثلا المشجعين كذا راهم مخلطين بصراحه. انا شفت بعيني، شفت بعيني شي واحد، لا هو الشيء يجي في حد ذاته ربما للترويج، ترويج فرصة مثل ما هو في الملعب تجده في 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 المقاهي، تلقاه الافراح في الساحات، الساحات العامه في الافراح. شفت كان اشياء شفت بعيني، معليش نتحف على الرياضه وكل شيء، لكن كان جانب اخر هو التاطير، حتى الجمهور تاطره وتفهمه وتعطيه نصائح، حتى توقف عليه تعطيه نصائح كيفاش التشجيع وكيفاش كذا والارتباك ثاني الحواشي، هذه الخطيره لازم تكون شامله. بالنسبه للخطاب الديني، هذا دور النوادي قلت لك هي تساهم في، اكيد بالطبع. بالنسبه للخطاب الديني تحدثت عليه وناكد عليه لانه هو الناجح والانجح. الخطاب الديني مش ماكوش في المسجد في خطبه الجمعه فقط، نعم لازم يخرج للميدان، نعم يروح للساحات العامة ويخاطب الناس، يجيب دكاترة ويجيب أهل الاختصاص ويتحث على الأمر هذا ويدي. نعم هذا هذا يعني قلت لك لازم تغير التغيير النمط على الخطاب الديني، يكون الخطاب الديني في ساحات عامة كما رانا شاهدنا بعض الدول كيفاش تتعامل به، ولقيت استحسان كبير، كاين ناس ثم بعد يخرج يوتيوب ربي سبحانه وتعالى وبطع عليه، وكما قلت لك تسمع الأم ويسمع الخو ويسمع الخال ويسمع العم يسمع الكلام هذا ويني، أكيد راهو شيء يتحرك للضمير تاعه ويتوب عليه ربي إن شاء الله. ويؤكد كلامك المشاهد الكريم خالد سلمي يقول استغلال منابر المساجد من خلال خطب الجمعة أو دروس تحسيسية في هذا المجال مهم جدا، وربما هذا يعني نريد أن يرتقي الخطاب المسجدي طبعا والمسجد المقدس لدينا إلى ما هو أجمل وما هو أجدر وما هو أفعل، وكذلك طبعا لأن المسجد موجود في كل حي، والمسجد يقصد كل مؤمن طبعا، حتى المستهلك في حد ذاته هو يتلقاه في الصف الاول. نعم اكيد، لكن خطبه الجمعه فقط لا تكفي، لا تكفي. لماذا؟ لان حتى المتعاطي لابد ان يخرج المسجد الامام يتعدى حدود المسجد، لازم الشؤون الدينيه. شوف من منبر هذا نقطه من الشؤون الدينيه والوزاره الشؤون الدينيه والاوقاف اعاده النظر في هذه الخطابات الدينيه والخروج الى الساحات العامه لمكافحه هذه الظاهره. نعم وكذلك لازم حتى احنا نستثمروا عقلية الشباب وعقلية المجتمع، لازم دول دورات تكوينية خاصة بهم، شنهضوا بشباب ومستقبلي ناضج خالي من هذه السموم وعنده أفكار أخرى بعيدة جدا. والله شبابنا طيب وشبابنا جميل وعنده أحلام وعنده كذلك، لكن
الغالب في بعض الأمور يسقط في مثل هذه الأمور لسبب أو لآخر، وهذا هو الواقع يعني اللي نعيشه. نتمنى له كل التوفيق شبابنا، ونتمنى يعني هناك يقولوا الحديث هذا ربما رغبة منا في أن يكون شبابنا كله سليم، يعني يعشق الرياضة ربما يمارس الرياضة ويمارس هواياته بعيد عن هذه الأمور التي لا تجدي وتذهب العقل وتذهب المال وتذهب كل شيء. الآن أصبحت الملوثات المؤثرات العقلية يعني تسوق على أنها تأتي بالنشاط وتأتي بالشجاعة وتأتي بكذا في الوسط المدرسي، وهذا هؤلاء الذين يصطادون في المياه العكرة ربما. نحن طبعا في هذا البلاطو الذي طبعا يدعم جهود الدولة أكيد الرامية إلى التحسيس والمعالجة كبلاطو من قناة التحرير، هذه القناة طبعا التي تقف دائما إلى جانب الشباب وهي مفتوحة إلى كل فئات الشباب. هذا كلام يعني نقوله على المباشر. نطلب من جميع يعني الجمعيات التي تريد المشاركة طبعا ولها برامج تحسيسية في هذا الجانب ما عليها إلا أن تستثمر في هذا البرنامج وفي هذه القناة. في الأخير ربما أنا أشكركم شكرا جزيلا طويلا عريضا على ما تفضلتم به، وأشكركم شكرا كذلك مضاعف لهذا الوقت الثمين الذي أعطيتموه. طبعا مثل قايد علي البارح فقط دخل على 3 الليل من السفر كان في الصيف يعني مشكور، إلا أنه الواجب وحسه هذا الرجل الطيب هذا الرجل الفاعل ونقوله له في وجهه دائما كلما دعوناه إلا ولبى له الشكر والاحترام. كأشكر كذلك صديقي جيلاني الفاعل كذلك إعلاميا وهو رئيس جمعية، كذلك أشكر زميلنا وصديقنا الفاعل الجامعي طبعا لتيم رضا، القائد الكشي عبد الكريم شبرو معروف دمعا في مشاركته وتزكيته لمثل هذه البلاطوات، كما أشكره صديقي وزميلي عبد الرزاق الذي ساهم كذلك من جهته مساهمة فعالة في إخراج هذا اللقاء على الهواء مباشرة. بالقسم على أن يحييكم حتى نلتقي إلى اللقاء. شكرا، بارك الله.